الاساس فيها. عشان ما حد يقول لك اه انت تتكلم بعقليه، لا، بس انا اقول لك الفقه الاسلامي كيف يعرض المساله، يعرضها بهذه الطريقه. قال لك كل احد عنده الحق ان تعقد له الذمه، يهودي ونصراني ومجوسي وبوذي وهندوسي، حفجر قنبله لن ترضي المتشددين. ايها الاخوه، وما احلاها من قنبله. وقعت عليه بتوفيق الله، وقعت على نص حوالي يعني ايه ثلث صفحه جميل جدا للامام الكبير ابن قيم الجوزيه رحمه الله عليه، هذا تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن القيم يصرح في هذا النص بطريقه واضحه، بطريقه واضحه، ان المرتد عن الاسلام اذا كف ضره وكف اذاه، كف يده ولسانه، ورضي ان يعيش محكوما بقانون المسلمين، يعني في ذمه المسلمين، ويدفع الجزيه، قال ما عندنا مشكله، يعيش اهلا وسهلا به ابن القيم. وما قالش لا المرتد يقتل ومن بدل دينه فاقتلوه، قال لك لا. موضوع طويل عشان نبرر الكلام هذا. في الحقيقه هذا كما اقول دائما يحتاج الى كلام طويل وطويل، اطول مما تتخيلون، لكن باختصار ابن القيم انتهى الى هذه، يبدو انه فكر مذهبيا بطريقه نظاميه بسموها، فراى نفسه مضطرا ان ينتهي الى هذه الحقيقه الصحيحه في ظننا، والله تبارك وتعالى اعلم، كلها مجرد اجتهادات في ظننا انها حقيقه صحيحه. حتى المرتد، مش مثل اليهود والنصراني والبوذي والهندوسي حتى المرتد كان في الاسلام وبطل، يا اخي من حقه. الان السؤال، من حقه؟ تقول لي من حقه يجن، كما قلت لك بعض الناس يجن، ايه زي ما من حق اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي يعيش يا رجل. هذا الفقه تبعك، وهذا القران العظيم نفسه، وتصرفات محمد على صلى الله على محمد وآل محمد، أليس كذلك؟ إيش اللي تم؟ مشكلتك معيش أنت، أنت مش فاهم، أنت مخذ الأشياء مقسمة بس، فتؤمن بشيء وتكفر بشيء على غير مبدأ. لكن لو فكرت أيضا تفكيرا نظاميا، أنت حتصبح إيه من جماعتنا، من معسكرنا، تقول والله صح.